الاسواق المحلات كفر. ابو الاسواق المحليه ابو الدجاج يقول انتم اخويا انتم تعالوا راجعونا وهناك هناك يصير اثبات منو اللي عزيزته ما عزيزته راح تفتر عليهم كلهم. اني نسبه اللي هي هسه راح انتصركم وصولات ما يصير تطبيق راح يصير غرامه لل 5 ملايين تصل. الغرامه ناتجه عن هذه والهذه الوادي ها بالنسبه لي يا اخويا نحن راح نعطي 3 ايام وراها راح يصير حساب بدك يا غرامه يا تعزلون يا بعد ما حد يزت بالوادي. وسخ مال مطعم حاويات على الترجمة مباشرة.